عيدنا الرياضية البداية بكرة اليد على البطولة الإفريقية للأواسط، احتضنها تونس في قاعتي المهدية وقصور السيف اليوم الخامسة في قاعة المهدية، تلعب الدور النهائي بين تونس ومصر. مباراة الدور النهائي إن شاء الله بالتوفيق لمنتخبنا الوطني التونسي من أجل التتويج الإفريقي. نذكر المباراة انطلق بيع التذاكر فيها في الساعة الواحدة بعد الزوال بسعر موحد 5000. في نفس القاعة في قاعة المهدية مساء 2:30 الجزائر المنتخب المغربي، مباراة ترتيبية من أجل الفوز بالمركز الثالث. إلى كرة القدم محليا، بعد تعادل في جولة أولى ضد الاتحاد المنسيري في بنزرت ثم هزيمة يوم أمس ضد اتحاد تطاوين خلال منافسات الجولة الثانية، قطيعة منتظرة بين الهيئة المديرة للسيابي والمدرب عماد بن يونس في انتظار جلوس الطرفين من أجل إنهاء العلاقة التعاقدية رسميا بين الطرفين. هي علاقة تعاقدية بالتراضي. من جانب آخر، هيئة النادي البنزرتي في صورة الاتفاق مع بن يونس سيكون أقرب الأسماء للإشراف على تدريب الفريق، أتحدث عن سامي القفصي. مادام تحدث على السيابي، نذكر البارح تلعبت مباراة من الجولة الثانية للبطولة في ملعب نجيب الخطاب. السيابي خسر قدام اتحاد تطاوين 2-0. اليوم السبت في مجاز الباب أولمبي الباجي ربح مستقبل جابس هدف 0-0. في قفصة خواف القفصة خسر قدام ترجي جرجيس 3-1. بقية مواجهات هذه الجولة يوم الأحد المقبل 4:30 في ملعب محمد العقربي برادس، النادي الإفريقي يستضيف شبيبة العمران دفعة قبل أخيرة يوم الأربعاء 25 سبتمبر، مستقبل سليمان الترجي الرياضي، والنادي الصفاقسي يستضيف اتحاد بن قردين دفعة أخيرة يوم الخميس 26 سبتمبر. المباراة الأولى ماضي 3:30 في برد دون حضور جمهور الملعب التونسي نجم المتلوي، وفي ملعب مصعب الجنات 6:30 اتحاد المنسيري يستضيف النجم الرياضي الساحلي. نذكر بسرعة بالترتيب، في الصدارة ترجي جرجيس أولمبي لاباجي 6 نقاط، ثم الترجي الإفريقي نجم المتلاوي شبيبة العمران واتحاد تطاوين كل فريق في رصيده 3 نقاط. المركز الثامن للسيابي نادي الصفاقس اتحاد المنسيري مستقبل جابس كل فريق في رصيده نقطة، والمركز الأخير النجم الساحلي الملعب التونسي مستقبل سليمان اتحاد بن قردين وقوافل قفصة بصفر من النقاط. الهيئة التسييرية الهيئة المديرة لترجي جرجيس تطرح تذاكر افتراضية على الأحباء خاصة بالمباراة القادمة خلال الجولة الثالثة ضد نجم المتلوي من أجل دعم النادي ماديا على امتداد أسبوعين. سيتم طرح 500 تذكرة في مقابلة واحد بقيمة 30 دينار للتذكرة الواحدة. من الأجواء المحلية إلى الأجواء القارية، برنامج مقابلتي بالدور التمهيدي الثاني للمسابقات الإفريقية في ربيع الأبطال يوم السبت 7 في ملعب رادس، ترجي الرياضي يستضيف ديكي دهال سوماري. مباراة الذهاب في رادس أيضا تلعبت البارح، ترجي فاز 4-1، أهداف سجلها كل من يانساس ياسين مرياح ويوسف البلالي في زوز مناسبات. في نفس المسابقة في ربيع الأبطال يبل دور التمهيدي الثاني قبل دور المجموعات، مدينة العاصمة الجزائرية يستضيف الاتحاد المنسيري يوم السبت 8 على ملعب عمار في الدويرة بالجزائر العاصمة. مباراة الذهاب في رادس 1-0 للاتحاد، هدف أيوب غزالة ضد مرمية بعد تسديده من اللاعب فرات السلطاني في مواجهة دارت يوم الجمعة الماضي. في كأس الكونفدرالية الإفريقية، مباريات إياب الدور التمهيدي الثاني المؤهل لدور المجموعات يوم السبت 6:30 في ملعب الطيب المهيري، نادي الصفاقسي لوكينزو البوراندي. مباراة الذهاب البارح في نفس الملعب ملعب الطيب المهيري انتهت بفوز السي اس اس 0-1، هدف سجل المهاجم محمد الضاوي. في نفس الإطار، الملعب التونسي ينزل ضيف الاتحاد العاصمة الجزائري يوم الأحد 6 في ملعب وهران. نذكر مباراة الذهاب في رأس لعبت يوم السبت انتهت بفوز الملعب التونسي 0-0، سجل المهاجم ريان اسماعيلي. ونتحدث على مباراة اتحاد العاصمة والملعب التونسي، الاتحاد الافريقي لكرة القدم عين طاقم تحكيم سوداني لإدارة هذه المواجهة بقيادة محمد فضل صبري.
نكمل مع المسابقات الإفريقية وتعيينات الحكام. لجنة التحكيم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عينت طاقم تحكيم تونسي لإدارة مباراتية بالدور التمهيدي الثاني لرابطة الأبطال الإفريقية اللي بتجمع يوم السبت المقبل ماميلودي سانداونز الجنوب إفريقي بنادي مبامبان سوالوز من إسواتيني انطلاقا من 5 متاع العشية. طاقم تحكيم تونسي كما قلت متكون من صادق السلمي حكم مساحة، مساعد أول وائل الحناشي، مساعد ثاني محمد بكير، حكم رابع نزال الطيف. نذكر مباراة الذهاب دارت يوم السبت، سجلت فوز ماميلودي سانداونز خارج قواعد 4-0. نرجع الأجواء المحلية من أخبار رابطة المحترفة الثانية. غدوة 11 متاع الأصباح في مقر الجامعة التونسية لكرة القدم سيتم سحب قرعة بطولة الرابطة المحترفة الثانية. 28 فريق باش يتم تقسيمهم على زوز مجموعات، كل مجموعة فيها 14 نادي حسب التقسيم الجغرافي، مجموعة الشمال والجنوب. البطولة ستنطلق إما يوم 28 سبتمبر أو خلال شهر أكتوبر المقبل. إلى رياضة الدراجات، دورة الصيدلية المركزية التونسية تحت شعار التضامن مع الشعب الفلسطيني، دورة انطلقت يوم الخميس الامتداد 4 أيام. بقيت التفاصيل مع زميلة تيجاني السلطاني كان حاضر ومواكب هذه التظاهرة. مرحبا تيجاني. مرحبا بك يا حبيب وبالسادة المستمعين إذاعة الوطنية. إذن أزل الستار أمس على فعاليات دورة الصيدلية المركزية لسباق الدراجات في نسختها 11 والتي عادت إلى الدراجة الجمعية العسكرية بتونس ياسين الشهابي الذي قطع مسافة المرحلة 11 والأخيرة بين بيجة وتونس في 2:05 متقدما على ياسين النبذي من الجمعية العسكرية في المرتبة الثانية وعلى دراجة الصيدلية المركزية لؤي شيبوب بنفس التوقيت. وقد ضمن بطل الدورة الشهابي أيضا على القميص الأصفر والترتيب الأول في الفرق. المرحلة الرابطة بين بيجة وبنزرت على امتداد 70 كيلومتر عرفت التسابق والتلاحق والتشويق والإثارة والروح الرياضية بين جميع الدراجين إلى جانب تشجيعات المواطنين عند مرور القافلة في جميع مراحل المراحل الأربعة. دورة الصيدلية المركزية انتظمت تحت إشراف الجامعة التونسية للدراجات وهي طريقة انتهجتها الجامعة من حيث عقد الشراكات بين الجامعة والمؤسسات والعامة والخاصة لتسيير دواليب أنشطة الأميرة الصغيرة من الشمال إلى الجنوب مساهمة منها في البحث على الموارد لتغطية جميع أنشطتها في ظل الافتقار لموارد مالية كبيرة ولمؤسسة ديمومة اللعبة الشعبية المتساوية تقريبا مع كرة القدم عموما. الدورة أيضا كانت خير تحضير لعناصرنا الدولية للمواعيد العربية القادمة والأفريقية والعالمية كذلك، حيث يتواجد الآن في تربص بالمركز الدولي التابع للاتحاد الدولي للدرجات الثنائي التونسي محمد عزيز الدلاعي بطل تونس ومحمد علي جبالي في تربص طويل المدى. والإشارة في أن الاتحاد الدولي للدرجات منح تونس شرف مشاركة الدراج التونسي محمد عزيز الدلاعي في بطولة العالم لأقل من 23 سنة والتي ستدور قبل موافقة هذا العام. الدورة أيضا عرفت تألق عديد الفرق منها في صدارة الجمعية العسكرية بتونس والصيدلية المركزية وجمعية الحمامات وجوهرة الساحل. المستوى الفني للدورة كان فوق المتوسط مع بروز عديد الدراجين الشبان أمثال ياسين الغربي من جمعية الحمامات وعمر بالعايد من جمعية جوهرة الساحل بسوسة وأيمن الكشو من الجمعية العسكرية بتونس. الإعلام الرياضي كان هو الآخر في قلب الحدث وفي تعليقات الإذاعة الوطنية وإذاعة الكيف والمنسبير دون نسيان تلة من المواقع الرياضية والصحف التونسية أدوا الأمانة الصحفية بامتياز من أجل إبلاغ السادة المستمعين والقراء كل الكبيرة. وهذا واجبنا تيجين، هذا واجبنا. معاش خاطر وصلنا لنهاية الحصة متاعنا الرياضية الفقرة متاعنا، منعرفش إذا عندك إضافة في 30 ثانية وقل. وهذه الدورة التي دارت في أجواء طيبة وروح رياضية بين الدرجين وأفراد القائم ككل، والأهم من كل ذلك جرت دون حواجز تذكر وعامة السلام. والحمد لله والحمد لله. حبيت سبق للإذاعة الوطنية علما وأن الدراج محمد عزيز الدلاعي المتواجد حاليا في تربص بالمركز الدولي التابع للاتحاد الدولي واللي اختاروه يعني باش يشارك في بطولة العالم لأقل من 23 سنة، سيشارك أيضا هذا اللاعب في الألعاب الأولمبية في 2028. عجبه. يعطيك الصحة تيجاني، مشكور المعلومة حضرة تعطينا ملخص على نتائج والمراحل تاع دورة الصيدلية المركزية التونسية. مشكور جدا بريدة الدرجات كامل وجلس فلاش سبور شيء طيبة وإلى اللقاء. التغذية مش متوازنة نجم تعرض صحة صغارنا للخطر والأمراض.